السجن المحلي خريبكا. دراري دابا انا حاليا في السجن المحلي ديال خريبكا، غيت غنبقى ندير لك في الضباب ولا شنو نتايا تبقاش بان معايا. المهم اليوم راكم عارفين مع كيكون العيد كيعطيهم واحد الزياره باش يجيبوا لي من الماكله. اليوم غنجيب لنا الوليد الماكله، وكنتمناو حيت اخر مره جبت الوليد الماكله كانوا عطاونا واحد 5 دقائق ديال نشوفوهم من عندهم مساكن الله يجازيهم بخير. تسكتنا يقدروا يعرفوك وي دابا كنتمنى من الله يعطيوني واحد 5 دقائق عاوتاني وندخل معايا غيش. اول مره غادي يجي معايا غيش ندخلوا معايا نيت باش يشوفوا الوالد مباشره. فرحان فرحان باش تشوف الوالد فرحان قالك اه. المهم دابا حنا غادي ندخلوا نوريكم الماكله اللي جبنا الوالد، ومن بعد غادي ندوي معكم شي حوايج اخرين. هنا كاين خبيز، الخبز راكم عارفينو. هنا داروا ليه دجاج مبخر، اللحم مبخر وقال هذاك الشوا، وهنا داروا ليه شوا. شو داروا في الالومنيوم؟ هنا داروا ليه شوا وطيبوا غير الماكله، ما غيدخل لا حوايج لا والو، قال غير الماكله هما اللي يدخلوا. وانا دابا راني معطل وكنتمنى من الله يدخلوا الماكله بعدا. كضحك 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 عفريت دير لاكارت ديالي. دراري ما كاين لا زياره لا والو، دخلت لي اللحم. اول حاجه بغيت نقولها بعدا كنشكر بعدا خويا رضوان اللي في السجن المحلي الاخرين، كنشكر بعدا السجن كامل، ولكن هادو بالضبط رضوان وعبد الجبار المراكشي ووليد البيضاوي، هادو كاملين ديال كاس ليكم. دابا الحاجة اللي بغيت ندوي معاكم فيها هو إن شاء الله بقى لي الوليد جوج زيارات ونشوفوه، هادي هي الحاجة اللي فرحان بها. قال زيارة وحدة أخرى هي اللي غادي يشوف فيها غيش، إلا كنت هنا في المغرب غادي نديه يشوف غيش. دابا حيت الكنية هي الكنية غادي ندير معايا غير الحالة المدنية ونخليه يدخل يشوفه، يعني ما يحتاج دابا تصويرة ولا شي حاجة. عاد اللي داخل بقاو شادين ليا زعما انت عايق دخلتي التصويره وهذيك. قلت لهم لا راني دويش مع مدير ديال السجون وداك الشيء كامل دايز ريقل، حنا ما عندناش مع داك الشيء، وبقاو شادين معايا السون. المهم كنشكرهم كاملين الناس اللي خدامين في السجن هذا، كان كيشكرهم ليا الوالد، ولكن انا ما كنتش زعما ما كنتش عارفهم دايرين بحال هكا. ابار داك الشيء كان كيقول لي الوالد راه هنايا ما كاين لا صداع ما كاين لا مضاربه، كاع عندك تخيل داك الشيء ديال الطايفه هنا وهنا يضربوا هذه يحقروا القيه ما كاينش. قايل لي دوا اللي دار صداع هي كل العصا، وبصح راه كاين هاد الهضره هادي، يعني كلشي شاد تيقار وكلشي شاد الكارتي ديالو كلشي شاد ناموسيتو كلشي بخير وعلى خير. الناس اللي كيسولوا شحال باقي للوالد ما نقدرش نقول لكم شحال باقي ليه بالضبط، عرفتوا علاش؟ حيت كاين بزاف ديال المشاكل كيوقعوا للمساجين بحالك، غنقول لكم بحالك، كاين واحد يقدر يكون ما حاملش واحد. يعني جوج مطايفين مثلا في السجن، مطايفين مع بعضياتهم راكم عارفين. سكتنا ولدي ولدي سكتنا. مثلا جوج مطايفين، سمحوا لي بدا صايق وكنصور، مثلا جوج مطايفين مع بعضياتهم، واحد ما كيحمل واحد. دابا الاخر اللي مثلا الاخر اللي ما كيحملنيش انا عارفني غادي نخرج مثلا من هنا مثلا 5 شهور من هنا 4 شهور، كيعرفني قربت نخرج اش كيدير؟ كيدير يشري ليا في المشاكل، ولا كيخليني حتى النهار نقرر نخرج بيومين، كيدير ليا بلان، فهمتيني؟ داكشي هما ما كيقولوش شحال باقي ليهم، فهمتيني؟ اللي نقدر نقول لكم هو قرر مسكين ما بقى ليه والو، غير كنتمنى انه فاش يخرج نكون انني نكون هنايا باقي في المغرب، ما كاينش في شي دولة أخرى، راكم عارفين دابا ما كاين لا دور 101 حاليا. مالك؟ الله يسهلها لك. أمين يا ربي أمين أمين.